Ladies and gentlemen, you're welcome to my ship. I'm Captain Jack Spoon. Everyone knows Captain Jack. And everyone's scared. الصويرة بالضبط هي منين جا الإلهام، لأن هي مدينة كانت معروفة في القدم أنها مدينة ديال القراصنة، سلا والصويرة. كانوا الناس، كانوا لي بيراط هنا القراصنة، وكانوا كيعصروا الأسرى ديالهم. قصة راهي معروفة، وكاين واحد الشارع هذا مسمينو على حساب هذوك القراصنين اللي كانوا. انا حاولت نستثمر المكان اللي انا فيه اللي هو الصويره، لعبت عليها بطريقتي، نستثمر بواحد الطريقه اللي نحطها في الواقع ديالو، يعني تلعبها في المكان اللي انت اللي هو ديالو، يعني البحر و البيراط، يعني هكا باش حاولت نلعبها. هذه هي الاساسيات. من بعد كانت حوايج اخرى، كانت تحسينات، كانت زيادات، كانت واش فهمتي، يعني في الاول تتبدا غير الفكره، ومن بعد كتبدا كتطور فيها، كتحاول تندمج مع المحيط اللي انت فيه. كاين الناس ما كيفهموش، ما كيفهموش الشخصية، واش فهمتي؟ كاين الناس اللي عارفين، اللي مفرجين وعارفين، كيفهموا الشخصية مزيان، وكي يعني كيشوفك، كيشوف سي جوني ديب، هذا جاك سبارو كان في الشاشة، هو دابا في الواقع. هذا هو الأساس ديالي أنا باش بديت، هو أنني خصني نحط شي حاجة. بونسوار، نحط شي حاجة من الأبستري للواقع. قلت لك انا كنعيش في جوج شخصيات. كاينه الشخصيه ديالي الحقيقيه، اللي واحد الشخصيه ما هذيك خاصه بيا، يعني ما نقدرش ندير فيها هذا الشيء اللي كنديرو دابا. وانما قلت لكم هذا، قلت لك هذا الشخصيه اللي لعبت، حاولت نفجر فيها جميع جميع الافكار اللي عند الشخصيه الاخرى. يعني الشخصيه الاخرى ولو انطوائيه بعض الشيء، انطوائيه بمعنى الكلمه انها انطوائيه، ولكن هذه حاولت نفجر فيها جميع ديك الافكار والاحلام وبزاف ديال الحوايج اللي حاولت نديرها فيها. واش تقدر تثبت راسك في الحياة بالجسد ديالك بدون لي مويان؟ ما عندكش لي مويان، لأنني نقول لكم أنني فاش لبست هذه الشخصية هذه تقريبا كان عندي 10 دراهم أو لا 1 أورو ديال القهوة، هي اللي كانت عندي، خلصت بها القهوة. ومن بعد خرجت بالفكرة، خرجت 0 درهم من القهوة، ولكن خرجت بالفكرة أنني خصني، طاحت عندي الفكرة، ناقشتها مع راسي، ما خديتش الرأي ديال شي واحد، لأن ما همنيش أنا الرأي ديال شي واحد. أنا همني حاجة واحدة، هو
خصني نخرج هاد الشخصيه للواقع. وكيقول لك ان العقل كيشتغل تحت الضغط، واللحظه اللي خرجت فيها هاد الشخصيه اللي لبست انا هاد الكوستيم هذا، فعلا كنت كنعاني واحد الضغط كبير، ضغط نفسي، اصلا ضغط نفسي كبير بزاف كنت كنعاني، ارهاصات ديال الماضي ومحاولات اثبات الذات اخفاقات كانت بزاف، هي ماشي اخفاقات ولكن غير ايطاب ديال الحياه، يعني كتجاوز شي مراحل كتقول رانا مثلا غطي في هاد سميتو، ولكن الحياه هي يعني كل مره كتعطيك فرصه، مادام كاين صباح كتطلع الشمس الا راه عطيك فرصه، ما كنامنش ان الحياه كتعطيك فرصه واحده، وانما كل ما طلعت الشمس ديما عندك فرصه، ديما عندك فرصه في الحياه، يعني شوف انت شنو باغي دير في هاد الحياه، الميساج اللي باغي توصل للحياه. التأثير اللي يكون عندك في الحياة ودير واحد التأثير، أنا كيبان لي أحسن يكون تأثير زوين إيجابي، كما قال واش فهمتي، ماشي إيجابي ولكن بمعنى ديالنا أنه يكون إيجابي بمعنى الاصطلاحي، ما هو التأثير راه كاين اللي ما مثلا كاين الناس اللي في التاريخ أثروا في التاريخ، ولكن ربما كيبان لنا انه تاثير سلبي، هولاكو وكذا ولا هذا ديال جنكيز خان وهادو، واش فهمتي، هما مؤثرين في التاريخ ولكن بطريقه عكسيه، يعني ان لما كيذكرهم التاريخ كيذكرهم انهم مثلا واحد الجبابره ولا مثلا نمرود او لا فرعون، كيذكرهم على انهم جبابره، ولكن راه كاينه عندهم حوايج اخرى اللي من غير ان النظره اللي عطانا عليهم التاريخ انهم جبابره، راه كاينه نظره ممكن تكون عندهم حوايج اخرى ثانيه.